مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم. نظمت الشبكة المغربية الأمريكية بالعاصمة واشنطن ندوة دولية حول مغاربة أمريكا وفرص الاستثمار بالمغرب، وتجسد هذه الفعالية جانبا من الدينامية القوية التي تقودها الكفاءات والخبرات المغربية في الولايات المتحدة من أجل تكريس الأدوار الاقتصادية والتنموية لمغاربة الخارج في وطنهم الأم ومواكبة الأوراش المفتوحة في المغرب، تفاعلا مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ أديب سليكي، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار. أستاذ أديب سليكي، أهلا بك. اهلا وسهلا، صباح الخير بتوقيت واشنطن. اهلا وسهلا بمشاهدينا، اسعد الله صباحك. لا شك استيقظت باكرا هذا الصباح، شكرا لانضمامك الينا. بدايه، لو تقدم لنا مضمون هذه الفعاليات المغربيه في الولايات المتحده الامريكيه. في الاول من اكتوبر، يعني اول امس، اجتمعت مجموعه من الفعاليات تحت لواء الشبكه المغربيه الامريكيه من اجل عقد هذا اللقاء التشاوري الذي يهدف لتأسيس الغرفة المغربية للتجارة، الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار. وعلى هامش هذا اللقاء التشاوري الذي حضرته مجموعة من الفعاليات من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك تنظيم لندوة حول مساهمة مغاربة أمريكا في الاستثمار، تجاوبا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 9 و60 لثورة الملك والشعب في 20 غشت. يعني صراحة اللقاء كان مهم جدا، وجلالة الملك أعطى إشارة قوية لمغاربة العالم، فالاستجابة كانت فورية وكانت يعني بالسرعة التي يعني يتمناها جلالة الملك. الدعوة لانخراط وتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلد الأم، يعني هذه مسألة يعني مهمة جدا. و جلالة الملك يعني من خلال هذا الخطاب الملكي السامي ركز على نقط مهمة يعني كثيرة، فيها الاحتضان، المواكبة والشراكة. الاحتضان بمعنى احتضان الكفاءات وحاملي المشاريع من مغاربة العالم المقيمين بالخارج. المواكبة يعني الدولة، المؤسسات، مواكبة هذه المشاريع، والشراكة أن تكون هذه المؤسسات والدولة بشكل عام شريك لهؤلاء المغاربة. طيب، الذين سيستثمرون في بلدهم. أستاذ أديب سليكي، هناك صور نمطية عن ديموغرافية الجالية المغربية في الخارج. هناك صحيح أن هناك تركز كبير لهذه الفئة من المغاربة المقيمين بالخارج في أوروبا، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك فئة مهمة جدا، شريحة مهمة جدا من هذه الجالية، وهي تحظى بخصوصيات أو تتميز بخصوصيات لنقل نوعية متصلة بخبراتها، بتجاربها أيضا، وبصلتها الوثيقة أيضا بوطنها الأم. لو تقدم لنا حيوية هذه الجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية، أين تتجلى؟ الجالية المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية من أنشط الجاليات المتواجدة على هذه القارة. نحن نتحدث عن أمريكا يعني بحجمها الكبير، بولاياتها، يعني بحجم القارة. فحضور المغاربة حضور قوي في المجتمع الأمريكي، وانخراطهم في مختلف المجالات يعطيهم قيمة في هذا المجتمع الضخم والكبير جدا، والذي يؤمن بالعطاء، يؤمن بالعمل، يؤمن بالانخراط، يؤمن بالجهد، يؤمن بالاجتهاد، يؤمن بالانفتاح. المجتمع الأمريكي يعني عندما تحدثنا في هذه الندوة، وكانت بمناسبة حضور لأمريكيين، هم يعتبرون أنه من أنجح الجاليات الموجودة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هي الجالية المغربية، لأنها منخرطة، تعمل، تجتهد، ومرتبطة أيضا بوطنها. هذا شيء مهم جدا، سواء الارتباط يعني من خلال الزيارة، الشبه يعني كل الشهور كيمشيو كيشوفوا العائلة ديالهم، العطلة السنوية من المؤكد أن كل شيء كيجي للمغرب، بمعنى أن الارتباط الذي يربط المغاربة هنا بأمريكا بوطنهم هو ارتباط كبير جدا. تعزيز هذا الارتباط يمر عبر نقل يعني تجاربهم الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب. يجب أن نؤكد بأن مجموعة كبيرة من المغاربة
الذين يشتغلون هنا في أمريكا يشتغلون في يعني شركاتهم الخاصة، يعني عندهم بزنس ديالهم خاص يعني. فلهذا من المؤكد أن هذه التجربة التي ركبوها في الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تحمله من 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 تجارب ومن نجاحات يجب أن تستفيد منه الدولة المغربية بلدهم الأم الذين يرتبطون به بشكل كبير. في الواقع هناك كما ذكرت أنت ارتباط، وهناك تجارب أيضا ناجحة لمغاربة من الولايات المتحدة الأمريكية الذين عادوا إلى وطنهم الأم وخاضوا استثمارات ناجحة في قطاعات كالتعليم والصحة وغير ذلك. دعني أسألك أستاذ أديب السليكي، كانت هناك هذه الرغبة لديكم بتأسيس غرفة تجارة مشتركة أمريكية مغربية، ما القصد من ذلك؟ ما الأدوار التي تريدون أن تشغلها هذه الغرفة؟ صراحة التفكير في هذه الغرفة جاء قبل أشهر يعني، وخروجها إلى الوجود جاء بعد الإشارة التي أعطاها جلالة الملك، وهي إشارة قوية جدا على انخراط الجميع من أجل مواكبة الكفاءات المغربية بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار وتشجيع الشباب وحاملي المشاريع من المغاربة المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب. المغرب الآن يعني أصبح قبلة للاستثمار الدولي، والاستثمار الدولي يجب أن يستفيد منه أبناء الوطن. يعني لماذا يعني لا تكون هناك يعني فرصة أكبر مع ميثاق الاستثمار الجديد، مع حكومة بنفس استثماري منفتح على روح المقاولة بأهداف واضحة برؤية حكيمة لجلالة الملك من أجل انخراط كل مغاربة العالم في هذه الديناميكية؟ دور هذه الغرفة وأنها سوف تساهم إلى جانب المكونات التي تشتغل في نفس على نفس الهدف وعلى نفس السياق، وأن تسهل ولوج هؤلاء المغاربة والمستثمرين بشكل عام. يعني المناسبة شرط كما يقال، نحن نتحدث عن مغاربة العالم لكن مغاربة أمريكا، لكن الحديث عن الاستثمار بشكل عام سواء مغربي سواء أمريكي. فدور هذه الغرفة سوف يكون إن شاء الله هو مواكبة هؤلاء حاملي المشاريع، تسهيل الفرص، تسهيل ورجهم للمؤسسات، تبديد بعض المشاكل التي من الممكن أن تطفو على السطح ومن الممكن أن تعيق استثماراتهم في المغرب. كل هذه أشياء يعني سوف نعمل على أن تسهل الاستثمار. سيد أديب السليكي، هذه الغرفة بداية، ما الذي تم؟ أكمل فقط. تفضل. أكمل فقط هذه الفكرة. الدور أيضا هو أن تساهم هذه الغرفة في خلق مناخ من التعاون المغربي الأمريكي والأمريكي المغربي، بمعنى أنه مجموعة من التجارب الناجحة يجب أن تخرج للوجود، يجب أن يراها الناس، يجب أن يتعرف عليها الناس. من خلال هذه الغرفة سوف يكون هناك موائد مستديرة، لقاءات، منتديات في المغرب وفي أمريكا من أجل الحديث عن مناخ الاستثمار في البلدين، خصوصا نقل الاستثمار من أمريكا إلى المملكة المغربية. سؤالي كان عن هذه الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار، هل هي الآن موجودة ككيان أم أنكم بصدد التأسيس لها؟ نحن نؤمن بالفكر أو طريقة الاشتغال التشاركية. ما معنى التشاركية؟ كان من الممكن أن يجتمع أشخاص هنا في أمريكا أو في المغرب ويتفقون ويضعون القانون الأساسي ومختلف الوثائق المطلوبة لتأسيس هذه الغرفة، ونخرج ببلاغ نقول لقد أسسنا هذه الغرفة وانتهى الموضوع. لكن نحن لا نؤمن بهذه الطريقة، نحن نؤمن بالتشاور. المقاربة التشاورية مهمة جدا، فلهذا نحن عقدنا اللقاء التشاوري الأول هنا بواشنطن، واجتمعت فيه مجموعة من الفعاليات من المغرب، يعني أقدم بعض المشاركين: الاتحاد العام لمقاولة المغرب، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، مشاركة السيد وزير الاستثمار السيد محسن الجزولي من خلال العرض حول الاستثمار وفرص الاستثمار بالنسبة للمغاربة العالم والأمريكيين بشكل عام في المغرب، جمعية جهات المغرب، فعاليات تنتمي لعالم المال والأعمال، فعاليات جمعوية بالنسبة لأمريكا، شبكة الكفاءات المغربية، جمعية مايا، الشبكة المغربية الأمريكية، تظاهرة المروكودي، الغرفة المغربية للسود الأمريكيين. بمعنى أنه التأم كل هؤلاء من أجل صياغة تصور واضح ماذا نريد من هذه الغرفة. في
في إطار تشاوري. هذا اللقاء الأول وقد استمر من 11 صباحا إلى 3 زوالا. اللقاء التشاوري الثاني سوف يكون بمدينة أكادير في غضون شهر أو شهر ونصف على أقصى تقدير. سوف نعيد فتح النقاش مرة أخرى وتعميق هذه الأفكار، ويعني سوف نقوم بعملية التقاء أحسن الأفكار سواء فيما يخص القانون الأساسي، فيما يخص الأهداف العضوية بهذه الغرفة. لا نريد هذه الغرفة أن تكون حبرا على ورق أو تكون يعني شعارات، نريد هذه الغرفة أن تشتغل وفق الدينامية التي يراها جلالة الملك، وفق الخصوصية التي تحدث عنها جلالة الملك في إدماج المستثمرين من حاملي المشاريع من مغاربة العالم في هذه الدينامية التي تعيشها المملكة المغربية. هذا اللقاء سوف يكون إن شاء الله كما قلت بعد شهر أو شهر ونصف. إذا اكتملت الصورة وكانت الأمور ناضجة سوف نعلن المؤتمر التأسيسي لهذه الغرفة. إذا تطلب الأمر إجراء اللقاء تشاوري ثالث هنا في أمريكا أو هنا في المملكة المغربية، سوف يعني نريد للفكرة أن تخرج بشكل صحيح وواضح وأن يساهم فيها الجميع. طيب. وأن يشارك فيها الجميع. الدعوة هنا مفتوحة أخي العزيز، الدعوة هنا مفتوحة لكل الفعاليات في المغرب وفي أمريكا، سواء مؤسسة سواء جمعية سواء مجتمع مدني، من أجل الانخراط في هذه الغرفة. نحن أتينا بالفكرة ولكن هي فكرة تهم المغاربة بشكل عام، ونحن بابنا مفتوح لكل المبادرات التي من شأنها أن تحسن عمل هذه الغرفة التي سوف تنطلق إن شاء الله في حدود يعني 4 أو 5 أشهر إن شاء الله. سوف نعلن عن مؤتمرها التأسيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالضبط سوف يكون مؤتمر في واشنطن. أستاذ أديب سليكي، أنت تحدثت عن الفاعلين الأساسيين أو على الأقل أبرز الفاعلين الأساسيين في دينامية الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت ذكرت شبكة الكفاءات المغربية الأمريكية وهي شبكة واسعة ومهمة جدا، تحدثت عن أيضا كل الفعاليات الأخرى والشبكة المغربية أيضا، وتحدثت أيضا عن الفاعلين المغاربة الذين هم شركاء من ذلك وزارات المكلفة بالاستثمار والالتقائية والسياحة وغير ذلك، هل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، هل ذلك يعطي ضمانات أنه هذا المشروع سيذهب في على سكته في طريق يعني من دون مطبات إلى أن يخرج ويكون في الواقع جامعا للكفاءات المغربية في الخارج وأيضا مستقطبا لاستثماراتها بشكل لنقول مقبول؟ هذا ما نتمناه وهذا ما نسعى إليه وهذا ما نشتغل عليه بجد وبتركيز وبذكاء أيضا حتى تخرج هذه الغرفة. نجاح هذه الغرفة مرتبط بحضور لا أسميهم منخرطين ولكن أسميهم شركاء. نحن نتحدث الآن عن شراكات سواء مع مؤسسات أمريكية تشتغل هنا في المغرب كالغرفة غرفة التجارة الأمريكية التي تشتغل بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، أو يعني مؤسسات في المغرب. نجاح هذه الشركات والاتفاق على رؤية واضحة من شأنه أن يعني يجعل دور هذه الغرفة دور حيوي، دور ناجح، دور فعال في هذه الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية. وعندي أمل كبير، لأنه صراحة أنا تابعت بشكل قوي النقاش الذي دار يعني على مدار كما قلت من 11 إلى 3 بعد منتصف والثالثة زوالا. كان النقاش قوي، يعني هناك وعي بضرورة المساهمة بشكل قوي في نجاح هذه المبادرات. هذه المبادرة ليست هي الأولى وأكيد أنها لن تكون الأخيرة، وهذا ما نريد. هناك مبادرات في يعني ولايات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المبادرة سوف تنضاف لهذه المبادرات وهذه المؤسسات وهذه الغرف حتى تقوم بدورها. طيب. ربما بشكل جديد، ربما بشكل يعني أكثر قوة وأكثر حضور، لأن اختيار الشركاء واختيار الأشخاص الذين سيسيرون هذه الغرفة هو الذي من شأنه أن يجعلها تستمر في طريق النجاح إن شاء الله. أستاذ أديب سليكي، أنتم أنصتتم
لنقل اهتمامات وأيضا رؤى الفاعلين المغاربة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعني على درجة كبيرة من الخبرة ولديهم ميراث وتجربة، تجربة أيضا استثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم خصوصية هذه الهجرة المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية. هل بالفعل هذا المشروع قادر على أن يوفر التيسيرات، التيسير الضروري من أجل نقل هذه الخبرات، نقل هذه الاستثمارات، وعدم تضييع الوقت مثلا في يعني مساطر بيروقراطية وأشياء من هذا القبيل أحيانا تنفر المستثمرين؟ من جملة الأمور التي ناقشنا أمور إيجابية جدا، ناقشنا مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، ناقشنا انخراط الفاعلين، ناقشنا تحول في يعني الاشتغال المغرب على جلب الاستثمار والإمكانيات التي يوفرها استثمار الدولة الضخمة جدا في البنية التحتية، في المطارات، في الموانئ، في مجموعة من الأمور. لكن توقفنا في هذا النقاش عند مجموعة من الملاحظات لتجارب ربما هي استثناءات لا يمكن أن نقيس عليها، ولكن يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ولكن بعض التجارب التي لم تنجح، لم أقول فاشلة، يعني لم تنجح، بما أنه هناك عناصر مرتبطة بالنجاح لم تتوفر في هذه التجارب، يعني هو ليس فشل، حاولوا مرة أخرى ونجحوا. من بين الملاحظات التي أعطوا هي صعوبة التنسيق مع الإدارة، مشكل إدارة، يعني باش تخرج شي ورقة خصك تمشي للمحكمة، من المحكمة خصك تمشي للبلدية، من البلدية خصك تمشي للمركز. ربما هذا يعني الصعوبة في يعني التعامل مع المساطر البيروقراطية، على المساطر البيروقراطية. يعني نحن نتحدث الآن عن عن عن, عن عالم يعني مرقمن ديجيتال، يعني مرقمن، يعني لا يمكن أن نتحدث في العام 2022 عن وثيقة يجب أن تمر عبر 6 أو 7 إدارات، ويجب أن تنتظر في كل إدارة 10 أيام أو 15 يوم أجل الحصول على وثيقة حتى تنطلق هذا الاستثمار. من الصعب جدا. أنتم كان معكم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة حسب ما ذكرت، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، هل وجدتم صدى هذه الانشغالات لديه؟ السيد الوزير تحدث بشكل واضح وصريح، وأنا أشكره من هذا المنبر على تشجيعه للفكرة وعلى حضوره معنا في هذا اللقاء. كلمته كانت واضحة جدا، تحدث فيها عن المناخ العام في المغرب، المناخ الاستثمار الجيد والملائم، تحدث أيضا عن إجراءات التي تقوم بها الحكومة، كما قلت يعني هذه حكومة بنفس استثماري برؤية واضحة تريد جلب استثمار وفق توجيهات جلالة الملك. يعني تحدث عن هذه الأمور، وتحدث عن أن يعني الآن الصورة اكتملت والأجواء مناسبة ومساعدة جدا لأجل الاستثمار. وكان عرضه صريح جدا صراحة، السيد جزولي تحدث بشكل واضح وصريح وقال لمغاربة العالم هذه فرصتكم للاستثمار في وطنكم، في بلدكم الأم، والمساهمة في هذه الدينامية التي تعيشها المملكة المغربية. هذه النقطة السوداء التي تحدث عنها بعض المغاربة والمستثمرين بشكل عام سوف تعالجها الحكومة، سوف تشتغل على معالجتها من خلال مراكز الاستثمار الجهوية المتواجدة على مستوى الجهات، من خلال الميثاق الاستثمار الجديد، من خلال لجان الاستثمار الجهوية، من خلال الوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمارات، مجموعة من المؤسسات تشتغل من أجل هدف واحد، أن المستثمر من يجي ما الجهد ديالو ما يمشيش ليه في الإدارات، يجي يجيب البزنس ديالو، البنكة كاينة، الإدارة كاينة، المحكمة كاينة، يعني كل الأمور يجب أن تكون مبسطة حتى نتمكن من يعني احتضان هذا ما تحدث عليه جلالة الملك، الاحتضان، المواكبة والشراكة. يعني جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي أعطى كل خارطة الطريق واضحة جدا، 3 نقاط: الاحتضان، يجب أن نحتضن هذه التجارب، المواكبة، يجب أن تواكب، ماشي غير نحتضنك ونقول لك صافي هذا الطريق صافي ومع السلامة، لا، الاحتضان، المواكبة. ما معنى المواكبة؟ منذ أن تكون يكون الاستثمار فكرة إلى أن ينزل إلى أرض الواقع سأواكبك، سأكون معك في كل المحطات، في موقع شي مشكل غندخل، في مكان شي حاجة غندخل، هذه هي المواكبة. والشراكة، ما معنى الشراكة؟ لأن الدولة تنظر لهذا المستثمر الذي يأتي للمغرب من أجل الاشتغال، تنظر له كشريك، يعني المؤسسات
تساهم من جانبها في دعني أختم معك من هذا النقطة لأنه الوقت لا يسمح بالكثير في الواقع. المغرب والسلطات المغربية تشجع بشكل واضح جدا الاستثمار في القطاعات التي تباشر فيها إصلاحات كبرى من قبيل التعليم والصحة وقضايا مرتبطة بهذه المجالات. هل تلمس لدى الفاعلين المغاربة في الولايات المتحدة الأمريكية اهتمام أيضا باغتنام فرص الاستثمار ومواكبة هذا النهوض الذي تبتغيه السلطات المغربية في قطاعات التعليم والصحة؟ تفضل ختاما. قطاع التعليم والصحة من القطاعات ذات الأولوية في الاستثمارات طبعا الحال، ولكن دعني أقول بكل صراحة وبكل تجرد على أن المغرب جنة الاستثمارات في المستقبل. المغرب فيه قطاعات حيوية يراهن عليها العالم بأسره، قطاع الطاقة، قطاع الصيد البحري، قطاع الفلاحة، قطاع التعليم، قطاع الصحة. المغرب جنة استثمارية بالنسبة للمستثمر المغربي المقيم بالخارج وبالنسبة للمستثمرين بشكل عام، وما يعطي الضمانة على ذلك هو انخراط كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات. أصبحت الآن تنظر على أنه من الضروري أن تستثمر في المغرب، لأن الاستثمار في المغرب هو استثمار في المستقبل واستثمار في إفريقيا، والمستقبل الآن هو لإفريقيا. العالم كله الآن ينظر إلى المغرب كبوابة للاستثمار في قارة كبيرة فيها من الإمكانيات والطاقات والخيرات ما يستطيع أن ينقذ العالم من هذه الورطة التي دخل فيها الآن. الآن المغرب لعب ورقة رابحة جدا، وجلالة الملك رؤيته نيرة الأمور، أعطى الإشارات لمغاربة العالم، فتح يعني الباب من أجل ميثاق الاستثمار الجديد. يعني المناخ والجو مساعد جدا، أتمنى من كل قلبي أن ننجح في هذه المهمة وأن تكون إن شاء الله يعني فاتحة خير. لا يفوتني أن أشكر يعني بشكل قوي جدا سفارة المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم السفير للجمال على كل المساعدات التي قدمتها لهذه المبادرة، وأشكر أيضا السيد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء على انخراطه ومساعدته وتشجيعه لهذه الفكرة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. شكرا لك أستاذ أديب سليكي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الغرفة المغربية الأمريكية للتجارة وتشجيع الاستثمار، حدثنا من واشنطن في هذا الصباح الباكر نسبيا. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، أتمنى لك قهوة طيبة. ومشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتكم. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني mediantv.com. مواعيدنا الإخبارية تأتيكم تباعا بعد هذا الموعد. إلى اللقاء.